استاذ رضا اتفضل. استاذ رضا اتفضل. استاذ رضا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ رضا. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ رضا. انا عايز اقول لك على حاجه انا رايتها رؤيه يعني حقيقيه، بس بسرعه لان احنا في البرنامج بتاعنا ما عندناش ساعه ان احنا نتعامل مع الرؤى. اتفضل يا سيدي. بص انا رايت رؤيه في السماء مكتوبه لا اله الا الله. طيب من شهر 9 اللي فات ده. طيب تحبين اجاوبك يعني؟ ما انا هرد، انا هكمل الرؤيه الاول وبعد كده اجاوب. طيب. بالله عليك يا شيخ. طب بالله عليك بسرعه. ماشي. انا رايت الرؤيه لا اله الا الله، اتقلبت الايه لا اله الا الله انقلبت، فطلع من حرف اللام دي حاجه دخانه كده زي الدخانه كده، طالعه من الدخانه. الدخانه دي انا شفت فيها وحش طالع من وحش من الكلمه ذات نفسه، بس دي رؤيه. هي دي الرؤيه؟ طيب دي رؤيه. رؤيه رايت حقيقيه. هقول لحضرتك اجاوب حضرتك. حاضر ماشي. بصوا ورأيت رؤيتين كمان. لا كفايه يعني كده ايه، رؤيه واحده النهارده كفايه علينا، اكتر من كده مش هنقدر يعني. رؤيه واحده كفايه علينا وممكن اكلم حضرتك عنها. بص يا سيد رضا، احنا محتاجين شويه بس ان احنا نقلل القلق والخوف عندنا. انا ما سمعتش رؤيتك عشان انا افسرها لك بالشكل المعتاد، لكن انا احلل لك ايه اثر الرؤيه عندك. انت عندك خوف شويه عن تمسكك باخلاقك وقيمك اللي انت بتتمسك بيها، ان هي ممكن تجر عليك مضر. لا اطمئن، البقاء للطيبين، البقاء لاهل المحبه، البقاء يعني البقاء في حضره الله بيكون لاهل المحبه، لان الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل الا طيب. وعشان كده عايزك تطمئن. الرؤيه دي ليس فيها شيء غير انك انت محتاج شويه تطمئن الى انك انت عبد لله ومع الله سبحانه وتعالى، فعيش مطمئن. وبعدين انت اسمك رضا، فعيش برضا ان انت في حمى الله، وعيش وانت بتذوق حلاوه كفايه الله سبحانه وتعالى، اليس الله بكاف عبده. اطمئن يا سيد رضا، ودوت اللي انا بقوله لك، واستبشر بان الله سبحانه وتعالى هو قريب منك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ادعي ربنا وعيش في قرب ربنا، وان شاء الله يكون كل خير.